And the winner's the man in the blue corner. Yeah. Wow. I thought. Red corner. It is Juana. Juana. Brilliant performance. The white. Jariah. هل تعلم عزيزي المشاهد أن المقاتل التركي تايفون أوزكان واجه المقاتل المغربي محمد جرايا 3 مرات؟ المواجهة الأولى كانت سنة 2015، انتصر فيها المقاتل المغربي جرايا، وأما المواجهة الثانية فكانت سنة 2016 وينتصر أوزكان، وكانت بالضبط شهر فبراير. وأما المواجهة الثالثة فكانت في نفس السنة 2016، وكانت بالضبط شهر شتنبر، وكذلك ينتصر تايفون أوزكان على المقاتل المغربي. والنزال الذي سنشاهد اليوم هو في الحقيقة ليس نزال، إنما نزالات. اخترت لكم أهم المقاطع من 3 نزالات وأروع المقاطع وأقوى المقاطع بين تايفون ومحمد. Looks a little bit wary to pop. Really nice high right kick. Go for a nice long knees. Take that standing leg. I've took to the body from Oskar. Tick for tack for both of these two. Nice combo. That was nice. Good. That's the left hook of Oskar though. Nice high. To the body. Good left hook to the body from Oskar. Showing teeth. Can be dropped, Jariah. Hold. Face. He just sat down. Five fights of leg and leg combination. Last 10. It's a good inside. He's turbine. Jump knee up through. المقاتل التركي تايفون أوزكان من مواليد سنة 1991، يحمل الجنسية التركية والجنسية الهولندية، يلعب في وزن 70 كيلوغرام، وبما أنه يلعب في هذا الوزن فطبيعي سيواجه بعض مقاتلي المغاربة مثل محمد كمال، نور الدين بن موح، وكذلك كما شاهدنا محمد جرايا. الطول 1.78 متر، لعب 98 نزال احترافي، انتصر في 85 منها 27 بالضربة القاضية، وليست لديه نزالات في الملاكمة الإنجليزية أو الفنون القتالية المختلطة. وهذا المقطع الذي نشاهد الآن رغم أنه داخل قفص القتال إلا أنه ليس فنون قتالية مختلطة، وهذا ذكرته لكم سابقا وبينت أنه يمكن سواء في الهواة أو الاحتراف أن نلعب الكيوان أو الكيك بوكسينج المواي تاي في قفص القتال. وأما بالنسبة للعملاق المغربي محمد جرايا والملقب بالمدمر، فهو يلعب في وزن 70 كيلوغرام، الطول 1.78 متر، من مواليد سنة 1996، يحمل الجنسية المغربية والجنسية الهولندية، لعب 73 نزال احترافي، ينتصر في 65 منها 36 بالضربة القاضية. محمد جرايا من المقاتلين المغاربة الذين عشقوا هذه الرياضة بسبب بدر هاري
وبسبب ما يعني ما قدم بدر هاري للكيك بوكسينج والكيوان. محمد جرايا تميز بأسلوبه القوي والعنيف في القتال ونادرا ما يتراجع، فهو يهجم باستمرار وضرباته يعني قوية، ومن الصعب أن تواجه مقاتلين في وزن 70 كيلوغرام. إذن أصدقائي أشكركم على حسن المتابعة، كان هذا هو موضوع الفيديو اليوم. لا تنسونا من فضلكم إعجاب بالمقطع ودعم هذا المحتوى لنستمر، ونلتقي قريبا في فيديو مقبل إن شاء الله، والسلام عليكم.